للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من تونس الصحفي والمحلل السياسي السيد بسام حمدي. مساء الخير سيد بسام، وأهلا بك في نشرة الأخبار. لماذا برأيك تستمر قناة الجزيرة بحملاتها المغرضة التي تستهدف الوضع التونسي الداخلي؟ أعتقد أن قناة الجزيرة القطرية حادت في بعض المواضيع عن الرسالة النبيلة، وهي الرسالة الإعلامية المحايدة، بحيث قامت في بعض الحالات وفي كثير من الدول العربية بمحاولة توجيه الرأي العام من خلال دعم سياسات بعض الأحزاب الإسلامية، خاصة منها التي تتماشى خياراتها الإقليمية معها. أعتقد أن السياسة التي تتبعها جزيرة القطر، يعني قناة الجزيرة، تتماهى والسياسة الخارجية التي تعتمدها دولة قطر، خاصة من ناحية دعم أحزاب الإسلام السياسي سواء في تونس أو في ليبيا أو في الكثير من الدول العربية والمشرقية. في الحقيقة اتضح من خلال الكثير من مناسبات إحياء ذكريات الثورات العربية، حاولت الجزيرة ربما إيهام الرأي العام بكون الأطراف الإسلامية هي التي منثارت ضد الأنظمة التي أسقطتها الشعوب العربية بين سنة 2011. لا أعتقد أن التوازن غاب كثيرا عن يعني المواضيع التي تطرحها، ودائما ما تحاول تناول المواضيع من جهة واحدة وليس من كل الأطراف، حتى أن بعض ربما المواضيع التي تطرحها تؤجج الوضع، خاصة في الدولة الليبية التي لاحظنا دعمها كثيرا للميليشيات المتمركزة في الغرب الليبي، ومن خلال التوصيفات التي تطلقها على قوات الجيش الليبي التي يتزعمها خليفة حفتر. نعم، الصحفي والمحلل السياسي السيد بسام حمدي من تونس، شكرا جزيلا لك.